تم انتخاب عبد اللطيف خير رئيسا لفريق النهضة القنيطرية لكرة القدم خلفا للرئيس السابق حسن شغية الذي قدم استقالته في الجمع العام العادي الذي عقد الجمعة 6 جنبير بفندق معمورة بحضور ممثلي عصبة الغرب لكرة القدم ومنخرط النادي ومجموعة من المحبين. وصوت الحاضرون على لائحة الرئيس الجديد والتي تضم أسماء وازنة بمدينة القنيطرة. انتخاب سير خياطي اننا هاد الساعه لقينا الفرصه باش نجتمعوا على واحد الشيبو واصطلحت بدلاله عندما قالت نعرف بوجهها. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما تعرف الجميع تقلدنا رئاسه الفريق لمده 3 سنوات، عملنا مع المكتب السابق كامين مال مباشره بعد انتخابنا للرئاسة. كنا وضعنا برنامج طموح لهذا الفريق الذي كان يعاني في أقسام الظلمات، فجاتنا الفكرة على أننا نحاول نركز على 2 أو 3 ديال النقاط، من ضمنها هو أننا نستقطب أناس اللي يمكن لهم يزيدوا بهذا الفريق للأمام. النهضة القنيطرية بحكم أنها كانت دائما الفريق اللي كان الا بغينا نقولوا ديال من المدينة لتحت، دونك اتصلوا بي الناس، كنت دائما من الناس اللي كيعاونوا وكيساهموا ماديا لإعانة النادي النهضة القنيطرية، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نساهم مباشرة في المكتب، ولكن الظروف اللي وصلت فيها النهضة القنيطرية دابا ظروف اللي صعبة تحتم علينا أننا نضحيو شوية بالوقت ديالنا حتى هويا، وزيادة على التضحية اللي غادي تكون إن شاء الله مادية من طرف جميع طاقم المكتب الجديد. كنتمنى أننا نتوفقوا باش نردوا الأمجاد ديال النادي النهضة القنيطرية، ردوا الإشعاع ديالو، ردوا السنوات اللي كانت فيها النهضة وصلت لافينال وكانت كانت منافس كبير للنادي القنيطري. حنا السياسة ديالنا الجديدة في النهضة القنيطرية ليست سياسة لإضعاف الجهود اللي كتعطى من المدينة للنادي القنيطري. حنا بالنسبة لنا غادي نبقاو في كلا الحالتين أننا كنساعدوا النهضة القنيطرية وكنساعدوا كذلك النادي القنيطري. حنا أبناء المدينة وغادي نبقاو دائما أبناء المدينة للفرق بجوج. بغينا باش النادي القنيطري يبقى حتى هو يا فريق كبير، ولما لا اللعابه ديال النهضة القنيطرية يكونوا كيساعدوا كيف ما كان في القديم يطلعوا للنادي القنيطري، لان في هذه الساعه دابا النادي القنيطري هو الفريق الاول اللي كاين، والنهضه القنيطره خاصها سنوات باش تقدر توصل ان شاء الله للقسم الوطني الاول، وحنايا غادي نديروا المجهودات ديالنا باش نردوا الاشعاع ديالها بكل المجهودات الممكنه الماديه والمعنويه. هناك خطه الاشتغال وهناك مشروع حلم سيتحقق باراده تيمة من الشرفاء ديال هذه المدينه، لان هذا اللقاء وهذا تحمل المسؤوليه فهو جاء ماشي بشكل فرداني، جاء بشكل ان اولاد القنيطره داخل المدينه وخارج المدينه سيعيدون مجد النهضه القنيطريه. هذا هو مشروع الحلم، اعاده النهضه للصفوه، اعاده النهضه لتاريخها، لخلق نوع من التوازي الرياضي داخل المدينه بحب. احنا لسنا ضد احد، جينا للنهضه لان النهضه
بقات غدا وكتقلص وكتهبط من درجه لدرجه. هذا ما خلاناش حنا كولاد المدينه، هذا ماشي مشروع فرداني، هذا مشروع فيه مجموعه من شرفاء المدينه، مجموعه هناك من الناس اللي ما غيشتغلوا معنا خارج المدينه، لان هذا مشروع حلم بغينا نحقوه لاعاده الاعتبار التاريخي للنهضه القنيطريه. فريق العمل ليش هو الفريق المجسم داخل التشكيله في الورق، فهناك ديناميك دو جروب سنستحضر اسماء لا داعي لذكرها الان. هناك مجموعه من الناس اللي كيحبوا هذه المدينه بدون خلفيه، باغيين يردوا مجد القنيطره. وكيف قلت لكم ان الولاده كانت ولاده شرعيه بوعد اعطي لرجل مات بعد هذا الوعد بساعتين، هو جويرة الله يرحمه هيفا، اللي تمنى هذه الامنيه وطلبنا عليها ووعدناه ووعدته انا شخصيا. فكاينين الشرفاء اللي طرحت هذا المشروع وكلهم تبناوه، وجينا نعيد مجد القنيطره باش نحقوا الحلم للقنيطريين ونصفوا ذاك الراجل اللي رغم ما يقال لا جويرة كان ونموذج متفرد لحب الهيام ديال النهضه القنيطريه، وغنحقوا له الحلم ديالو، غنحقوه ببعد نقي طاهر. هذا اللي كاين، ما كاينش خلفيه ولو ان اصداء المدينه ويقال لا 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 لا، سنشتغل. الرياضه شيء والاعمال والخلفيات الاخرى شيء اخر. احنا غنشتغلوا من النهضه وغنوصلوا للنهضه، ولا بغيت تجي المتعه تجي.